ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم. وعليك السلام، تفضل. طبعا الموضوع السابق كان أضع الكبير وهربت من عندي ورحت. موضوع التحريف ما راح أخليك تهرب اليوم. موضوع ايه؟ ما سمعتش كويس، عيد تاني. موضوع حديث ارضاع الكبير وخليته ارضاع صغير ومنيه وابوه اذا جاب منيه وموجوده على اليوتيوب وخليته هرب سديت الخط. موضوع التحريف ما راح اخليك تهرب اليوم ان شاء الله باذن الله. لا لا لا، وفاطمه واحدة الزهراء واحدة عليه السلام. واحدة 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 أنت بتقول إن أنا هربت من موضوع إرضاع الكبير، أنت تعرف أنا بهرب من نعم الموضوع ده إزاي؟ اسمعني بس واحدة، واحدة. خد أنا أبو نفسك أمير القريش، أنا أبو خد أمير نفسك بس، القريشي. خد نفسك خد نفسك خد نفسك. أنت خذ نفسك، أنت يا خذ عم نفسك خد كما نفسك بس أودت، شوية، تفضل. واحدة 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 واحدة، اهدى بس، اهدى اهدى اهدى. تمام؟ أنت تقول إن وليد تفضل. إسماعيل هرب من موضوع إرضاع الكبير، هو سؤال واحد والله العظيم ما في ثاني اقسم له. بفاطمه اسمعني الزهراء بس، اسمعني هربت بس، انت اسمعني اسمعني وكما قالت علي اسمعني. حتى ما التعليقات أصل أنا قال بعوض وليد الهروب هرب. دلوقتي، اسمعني بس اسمعني، أنا بعوض الهروب دلوقتي اللي أنا هربته من إرضاع الكبير. أتحداك نعم أن تقول أن المرأة المتمتع بها لا ترضع الكبير ولا ترضع الصغير. طيب ترضع الكبير ترضع الصغير المتعة حلال واحدة ديني واحدة حلال واحدة المتعة واحدة 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 أما واحدة دينك واحدة أنت واحدة مشكلتك هذا. أتحداك الآن أن تقول أن المرأة المتمتع بها الشيعية لا ترضع الكبير ولا ترضع الصغير. طيب الكبير هو زوجها حلالها يا والصغير عم أنا وطفلها ما بتكلم عن حلال ما بيها وحرام. حرام. ما أنت لو هتتكلم عن حلال فعندنا إرضاع الكبير حلال. أنا ما بتكلم عن إرضاع حلال الكبير، إرضاع حلال أم حرام. أنا بتكلم هل المرأة اثبت ارضاع المتمتع الكبير بها، حلال عندك. سؤالي واضح، اثبت أنا ما ارضاع الكبير. سألتك عن حرام وحلال، أنا سؤالي واضح، هل المرأة المتمتع بها الشيعية ترضع الكبير نعم والصغير؟ نعم الكبير من هو؟ رجل غريب أم زوجها؟ يا عم أنا ما كلمتك عن غريب ولا مش غريب، أنا ما كلمتك. نعم ترضع الكبير وهو زوجها بس وترضع شكرا منك، الصغير خلاص وطفلها القصة كده خلاص. انتهت. اما بقى تحريم حلال وحرام فزي ما عندكم انتوا المتعة حلال، احنا عندنا ارضاع الكبير حلال، خلاص انتهت القصة. دي بكلام النبي ودي بكلام النبي. طيب انت يعني عندك بقى، بص اسمعني بس اسمعني، انت عندك المرأة المتمتعة ولا بلاش عشان في نساء في البس، خلصنا من القصة دي، اتفضل في تحريف القرآن. طيب نحن الشيعة نعتقد بتحريف القرآن. انتوا الشيعة تعتقدوا بتحريف اسمهم. القرآن، حلو. طيب إذا اسمعني بس اسمعني بس ولكن اسمعني اسمعني. هلا يا عم كمل اسمعني كمل خلاص، شو اسمعني انتوا هلا كمل الشيعة يا هلا اخوانا كمل يا اخوانا، الراجل دوت هلا بيقول لك هلا نحن كمل الشيعة. جوابك هلا كمل اسمعني بس جوابك اسمعني لا تصمت زبون هلا اسمعني كمل جوابك لا تصمت اسمعني زبون بس اسمعني 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 هلا اسمعني، كمل خلي كمل مش جوابك تناطح مش تناطح مش تناطح، انا بس عارض عليك السؤال اللي بتاع الحلقة خلاص وحلها لي. طيب اعرض سؤال واسكت. حلها لي حلها لي، انا عارض سؤال في الحلقه لمن يقول بتحريف القران، اذا كان القران محرفا فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نتمسك بالمحرف، وكيف النبي عندكم يامرنا بان نعرض كلام اهل البيت على المحرف؟ تفضل جاوب. رحمه عايز سكتك اسكت بعد لا تحكي خليها الآن أوضح الصورة لأن أنت تجلس هواك، اسكت. أولاً أخواننا المشاهدين نحن الشيعة نعتقد بتحريف القرآن نعم، ولكن هنالك شيء اسمه تشريع. التشريع من من؟ التشريع من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: خذوا بهذا القرآن كما هو، خذوا بهذا القرآن كما هو. لماذا؟ لأن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام في روايات الشيعة وبسند صحيح عرض القرآن الصحيح الذي نزل على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كامل مع تفسيره ورفضوه الصحابة. حلو، استنى استنى، وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا. أنت تقول هل أن هناك رواية، اسمعني بس، هل أكمل؟ لا لا والله ما خليك تكمل، والله ما خليك حتى تدلس على كتب الشيعة. أنت الآن تقول نعم برواية صحيحة
برواية صحيحة أن علي بن أبي طالب عارض القرآن على الصحابة فرفضوه، صح؟ نعم. فين الرواية الصحيحة دي؟ تفضل يلا. اسكت لا تحكي لا تحكي، لكن ما أحكي تقاطعني، سجل السؤال يمك وبعدين. لا 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 لا، نمشي واحدة 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 واحدة. أنت الآن تقول برواية صحيحة أن علي عرض القرآن على الصحابة فرفضوه، أنا عايز الرواية دي. طيب هاي اسكت بعد تحكي يلا عشان نطلعها سوا. سيبوه يا اخواننا يتأدب ولا لا يتأدب، بكرة اتعلم الأدب غصبا عن اللي خلفوه. والله أنت تأدب، لا تتجاوز، قل أنت تهرب لا تتجاوز. بس تفضل 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 تفضل، عايزين الرواية بس المصدر لو سمحت. طيب طيب راح أردك يا دقيقة انتظر. تفضل. مصحف علي عليه افضل الصلاه والسلام. طيب نشوف المصدر. صلى الله عليه وسلم. هو يقرا. ما في حضرة الثانوية أبو سامو رجع. حرمه يتكلم بدون دليل بعد كده، حرمه يقول قالوا له. ياه دي رواية صعبة قوي. رواية صحيحة لكنها صعبة. صعبة مو صعبة، بس منزل لكم هواي لجمات قوية. هات لنا الرواية الصحيحة ديت. هو هسه من كتب السنة انت ما تفيدك، ما تعتقد هات لنا بس الرواية الصحيحة من كتبكم الأول. ربك هات الرواية الصحيحة من كتبكم. أن علي عرض القرآن على الصحابة فرفضوه. وانا ايضا قال ابن حجر روح لأميرة، روح لأميرة تجيبها لك. ما يعتقد بي اكتب يمك وريد نكتب حبيبي. وحدثني أبو العلاء العطار. لا لا، فين الكتاب الأول عشان نطلعها بس قدام الناس؟ هذا المصدر يم المصدر، اكتبه راح يطلع لك. اكتب على السند اللي أقول لك إياه حتى تقرأ كتاب حضرتك. أنا عايز الكتاب عشان أطلعها من الكتاب لو سمحت.
اكتبها موجود بالمكتبة الشيعية، انت شو لك علاقة؟ راح يطلع لك كتاب والعلماء وعلى لسان الشيعة وعن علماء الشيعة ورواية صحيح. الكتاب اسمه ايه؟ اكتب السند الذي يقوله لك تطلع الرواية. خلاص اكتب السند وتطلع الرواية. تطلع فين يعني؟ في الاخر بعد ما دوست انت حضرتك كده وطلعتها قدامك، طلعت في اي كتاب؟ بالضبط. مو ما طالع عندي انا يعني الروايه مقصوصه، مقصوصه لان طاق السكرين. الروايه مقصوصه الروايه مقصوصه. لا مو الروايه، مو الروايه السكرين اللي انا طالبه. قول لنا جزء، اقرا كده جزء من الروايه. وحدثني ابو علاء العطار الموافق خطيب وفي كتابه بالاسناد الصحيح عن علي بن رباح ابن النبي محمد على النبي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أمر عليا بتأليف القرآن فألفه وكتبه مع تفسيره وجمعه. وعن ابن المنادي أن علي عليه السلام جلس في بيت ثلاث أيام حتى جمع القرآن. واحدة واحدة عشان أنا بكتب وراك. واحدة فألف وكتبه. ها كمل. وين وصلت؟ دقيقة خل ارجع لك اياه. وين؟ هو خليني عبره حتى يجي لحتى وين الف هو كتبه؟ ما كتب انا ما قلت لك الف هو كتبه. انت بتكتب انت يا عمي انت هترجع بس كلمتين فالف وكتبه ايه؟ وحدثني ابو العلا العطار. وحدثني ابو العلا العطار. هاي الروايه مو من البدايه، هاي من البدايه. هاي بدايتها، بدايتها تقول وحدثني أبو العلا العطار. هذا نعم هذا بعد السند بس راح تطلع لك هي عادة حتى لو نشوف. وحدثني أبو العلا أبو العلا العطار أبو العلا مناقب. وحدثني الموافق الخطيب الخوارزمي عن رباح أنه بهذا يتضح أن الإمام علي عليه السلام أول من جمع القرآن وكان حافظ المهد وعرضه على صحابة رسول الله فرفضوه. الله أكبر. الله أكبر. واحدة واحدة. أوعى أنت تفكر أنت هتكون يعني بكلام مصرح. نهج البلاغة الجزء الأول أخطأ 444. واحدة واحدة. وحدثني أبو العلاء العطار. سوي له واحدة تكبير. اسمع واحدة. الرواية قدام الناس هي. اصبر مستعجل عليك. بيسوي لي تكبير. اصبر وانا تكبير. اصبر. وحدثني ابو العلاء العطار والموفق خطيب خوارزم في كتابهما بالاسناد، الاسناد دي تمام، عن علي بن رباح ان النبي امر عليا. تعال نشوف علي بن رباح، ما فيش مشكله بس بسيطه. مش علي بن رباح هو اللي بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عن يعني النبي علي بن ترجمة رباح؟ يا عم استنى بس. واحدة بس. واحدة. سمعونا تكبير. اخوانا الروافض. واحدة. ابو عبد الرحمن موسى ابن علي بن رباح ده مولود في اسكندرية أو توفي في اسكندرية، واخد لي بالك؟ مولود 7072. حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ في الحلم يعني. ممكن في الحلم. من اللي نقل لي؟ في الحلم. اللي نقل لي منه؟ في الحلم. يعني الرواية مو صحيحة. في الحلم يعني ولا ايه؟ وليد بعد لا تحكي. يا باشا اهي الروايه قدام الناس اهو. طيب بيقول ايه عن علي بن رباح؟ ان النبي امر عليا بتاليف القران فالفه وكتبه. تمام خلاص دي النقطه الاولى. نروح من اللي الفه وكتبه؟ جبال الاداه ولا جبال؟ من اللي الفه؟ استنى بس واحد احنا كل الناس شايفه احنا بيحصل ايه قدام. كمل كلامك يا باشا. استنى لا حول كمل كلامك. ليش الفكره؟
يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ لو سمحت. بس انت بتر كلامك يا اخي، لا تبتر. لو سمحت لو سمحت لو سمحت، جبل بن سحيم او جبل بن سحيم ده من التابعين في الكوفه، تمام؟ طيب نشوف قال ايه اللي جابها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روايه اساسا بايظه من اولها. خلاص، عن ابيه، عن امير المؤمنين. اسمع بس، اسمع الروايه اللي انت جبتها. انت مش عايز تقرا الروايه اللي انت جبتها يا اخي، انت في لك علاقه. مش انت عايز تقرا الروايه اللي انت جبتها، ما تسمع. ما هيسمع الشيعي. خلاص، عن ابيه، عن امير المؤمنين قال: لو سريت لي الوساد وعرف لي حقي لاخرجت مصحفا كتبته واملاه علي رسول الله. تمام، حلو. ورأيتم أيضا إنه إنما أبطأ عليه السلام عن بيعة أبي بكر لتأليف القرآن أبو نعيم في الحلية والخطيب في الأربعين بالإسناد عن السدي عن عبد خير عن علي قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت لو حلفت أن لا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين، فما وضعت ردائي حتى جمعت القرآن. وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام. هل الكلام ده كله في أن علي بن أبي طالب عارض القرآن على الصحابة فرفضوه، ولا أنت حمار يا حمار؟ ها جاوبني يا حمار. يا لا، الحمار ده معروف عندكم، بيقول بأبي أنت وأمي. هل الكلام ده يا حمار فيه أن أهو قدامكم أهو، ولا هو اللي يجي لك على اليوتيوب واللي يجي لك على جوجل تجيبه خلاص يا عفير؟ هل الكلام ده فيه أن علي جمع القرآن وعرضه على الصحابة فرفضوه؟ طبعا لا. نكمل. وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام أنه قال أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا للصلاة حتى يؤلف القرآن ويجمعه، فانقطع عنه مدة إلى أن جمعه، ثم خرج إليهم به في إزار يحمله وهم مجتمعون في المسجد، فأنكروا مصيره بعد انقطاع مع البتة. هنا بقى السؤال، هنا فين بقى الرواية؟ هنا فين سند في أخبار أهل البيت؟ فين السند؟ ما في السند يا حمار. طيب جميل. فقالوا الأمر لما جاء به أبو الحسن، فلما توسطهم وضع الكتاب بينهم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله عترة أهل بيت، وهذا الكتاب وأنا العترة. فقام إليه سن فقال له: إن لم يكن عندك قرآن فعندنا مثلي، فلا حاجة لنا فيكما. فحمل عليه السلام الكتاب وعاد به أن ألزمهم الحجة. فين بقى هنا السند بالكلام دوت؟ ما فيش برضو. يلا يا بابا دور لنا على السند وتعال معايا. معاك انت، دور لنا بقى على السند بتاع الرواية وتعال. اتفضل. يلا، انا اعتقد بهاي الرواية صحيحة. انت تعتقد؟ مش يا احمر، مش يا احمر، يا مش يا لا، بل انا اعتقد. انت مين يا لا؟ انت مين يا لا؟ ولا جاي منين يا لا؟ بقول لك في الاخر خالص انا اعتقد. طب ما كنت قلت لي الكلام ده وما كنا تعبنا نفسنا، يعني بدل ما نقعد ندور على السند قول لي انا فلان الفلان اعتقد بهذه الرواية فلا داعي للسند، وكنا خلصنا. بس تعبتني معاك ليه يا أخي؟ كنت كرشتك من بدري.